عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان
قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. شكر الله لابننا هذه القراءة الطيبة، ونمر مباشرة إلى المتبارية الثالثة أحنصال بشرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الشكر موصول مجددا لبنتنا القارئة على هذه التلاوة الخاشعة. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نمر مباشرة إلى المتبارية الرابعة. التلميذة خديجة أزاز، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. شكر الله لبنتنا الفاضلة هذه القراءة المتميزة.
قف، إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل، جود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك، إنها النفحات. نمر مباشرة إلى المتباري الخامس، زكريا، أو عفوا نور الهدى. المتباري الخامسة نور الهدى زيوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا السادس عبد الحميد الرابع. الحميد الرابع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. شكر الله لابننا هذه القراءة الطيبة المباركة.
قال البيضاوي في أرجوزته: إن كنت تبغي جنة الرحمن مع خيار الآل والصحاب، اقرأ كتاب الله في النهار واقرأه في الليل وفي الأسحار، تحز سبيل الفائزين البررة كما أتى في السنة المطهرة، وهو بحق حجة وشافع وأجره محقق نافع، ومن قرأ حرفا فذاك يؤجر مضاعفا متمما ويغفر. نمر على التو إلى المشاركة الموالية، المشاركة السابعة، نورة إبوك، فلتتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. جزاك الله خيرا على هذه القراءة الطيبة. حضوركم فقط شرف لنا، حضوركم تشجيع لهذه البراعم للمضي قدما في مسيرتهم القرآنية. نمر مباشرة إلى المتباري الثامن، أشرف وهبي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. شكر الله لابننا الفاضل هذه القراءة الماتعة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نمر إلى المتسابق التاسع أو المتبارية التاسعة، حفصة أي تلياس، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم بما كانوا يكذبون. بارك الله فيك بنية الفاضلة على هذه التلاوة الماتعة. قال الإمام أبي الحسن البزي رحمه الله في الدرر اللوامع: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهر في علمه مع الكرام السفرة. وجاء عن نبينا الأواه: حملة القرآن أهل الله. نمر مباشرة إلى المتسابقة التاسعة، وبعدها إن شاء الله سنقف وقفة أخرى، وقفة التكريم. المتسابقة إكرام السعداني، إكرام السعداني، المتسابقة العاشرة. Yeah.
شكر الله لبنتنا الفاضله هذه القراءه المتميزه. ان شاء الله ندوزو المتباريه رقم 11 هبه الحمضي 38. تفضل مشكوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ولاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. شكر الله لهبة الحمضي هذه التلاوة. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأه والماهر به مع السفرة الكرام البررة. فالكل ولله الحمد مأجور، كل القارئ والمستمع والحاضر كلنا إن شاء الله تعالى في الأجر سواء. نمر إلى المتباري لعله الأخير. متباري الأخير أنس قارون الأولى 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا
فقط نستدرك، فما زالت لدينا المتبارية الأخيرة أعتقد. حفصة أي تبتي بعد بطبيعة الحال أن نقدم الشكر للمتباري السابق قروب على هذه التلاوة الطيبة، فتتفضل تلميذة حفصة أي تبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بنتنا على هذه القراءة الطيبة، وبهذا نكون قد أوشكنا على نهاية هذه المسابقة القرآنية مع آخر متبارية. شكر الله لهذه القراءة، شكر الله لكم جميعا هذه القراءات الطيبة المتميزة، وجعل الله تعالى في ميزان حسناتكم جميعا. الشكر موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الأمسية القرآنية. نبقى الآن مع لجنة التحكيم حتى يعطونا بعض الملحوظات التي سجلوها على هذه المشاركات، تقييم المشاركات، والهدف هو أن نستفيد جميعا حتى نحسن تلاوتنا للقرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى يجب أن يحظى بالعناية الكاملة. كلام الله يجب أن يتلى لأنه بالسند المتصل إلى رسول الله، فلا ينبغي البتة أن أتعامل مع مد كما شئت. إذا كان المد بست حركات فينبغي أن يكون بست حركات، إذا كان بأربع فبأربع، وهكذا ذوالك. الغنة إذا كانت مقدار حركتين فلا يجب أن نتجاوز حركتين، لأن هذا ليس للحق أن أتصرف في ذلك. ماذا بلا العلم هكذا أقرأ الله عز وجل جبريل، وهكذا جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهكذا أقرأ الصحابة بعضهم بعضا. فينبغي أن أقف، أن أكون وقافا عند أحكام التجويد، وللجنة الموقرة إن شاء الله تعالى مزيد من التفصيل في هذا الباب. شكر الله لهم مسبقا. ولكن في بعض الأحيان مسألة القلقلة هذه تخونه، وخصوصا في قول الله عز وجل اجتباكم، هكذا قرأت، وينبغي أن تقلقل فيها أو أن يقلقل فيها حرف الجيم. ثم بالنسبة للأداء، الأداء كذلك ينبغي أن يراعي فيه المتباري والمتبارية ضبط
أنفاسها فلا تخونها حتى لا تتقطع بذلك كلمة من الكلمات أو يسيء إلى الدين من البدود. غير كاين شي نفس داك المد الطويل خص يكون طويل ما خصش يديرو طويل. إذا هذه جوج ملاحظات تقريبا بالنسبة للسي محمد بن الحاج، وربما استدعي إلى شيء آخر فيما يهم. نعم إذا القراءة تكلمت كل على العموم متميزات والحمد لله استوفت الأحكام ومخارج والصفات اليوم باش كيعتمد علم التجويد باش تستبدل لكم المخارج والصفات. يعني واحد الدرس اللي قايلين خصكم تبقاو على دائما المخارج والصفات الأحكام اللي هي كنيسة الإفطار والإبغام وباب الرأي إلى آخره. هذوك الأحكام اللي هي كتبقي الصفات إلى يومنا هذا. قرأت على شيخ الخرافة السبب مازال كيصحح إلى يومنا هذا شيخي دائما هذا ما كيلاحظ واحد هنا شي حاجة بزاف المخارج والصفات. إذا إن شاء الله القراءة كانت يعني كنا متميزة جيدة ولكن نديرو الملاحظة ونمشي للمتباري. الثاني هو زكريا وعزين، ومما أفرحني مؤسسة أنني لقيت الدراري كيشاركوا في يوتيوب. غيني المؤسسة اللي كنمشي تلقاني بغينا وكنقول من هنا 2035 شكون بس الله الناس في المساجد. لك اليوم فرح الحمد لله كاين بالحاج كاين زكريا كاين الدراري اخرين ما شاء الله ان شاء الله ليكونوا ائمه في المساجد والخير اللي يبشروا بالخير الحمد لله. اللي كنشوفوا البنات واش البنت بغات تمشي تلم الناس في المسجد يعني هذا شي حاجه خصكم توقفكم امانه هذه توقفكم واصلوا ان شاء الله باذن الله عز وجل. اذا ان شاء الله زكريا وعزي تبقى جيده ولكن القيامه هي اصلا صوره القيامه. حنا كنقولوا القيامه ما كنقولوا القيامه. ملي كنقولوا القيامه فهي ما درنا والو. ملي كيوقف خصو يوقف على ديك الها ويقراها بحال هاك الشهاد. لا أقسم بيوم القيامة. دائما كل شيء وقف عليهم بتاء ما كنعطوش عليها بتاء. فيما يخص كلمة بصير وهي واحد الأسباب نتصل الله عز وجل. بالنسبة لنا حنايا هنا فرش كنقولوا باء باء مرققة باء صوت صوت مرخمة صوت صوت سين صوت البلاصة كنشدو فيها الراء مرققة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين. أستاذ عبد الصمد فكير أستاذ بثانوية الحي السكني إعدادية وعضو نادي إمام ورش لتجويد القرآن الكريم. في هذا اليوم قمنا بالمباراة النهائية لتجويد القرآن الكريم المسابقة النهائية. بالمناسبة المسابقة نظمناها في شهر رمضان الفضيل وقد شارك فيها ثلة من تلاميذ المؤسسة ما يربو عن 30 تلميذا. وقمنا يعني بالإقصائية الأولى وأفرزت 14 متأهل إلى المرحلة النهائية، حيث اليوم مرت الأجواء أجواء المسابقة النهائية في جو من التنافس الشريف بين المتبارين الذين أبدوا يعني واحد مجموعة من القدرات والمؤهلات في ميدان تجويد وترتيل القرآن الكريم. واعتمدنا رواية ورشين عن نافع من طريق الأزرق. استدعينا لتحكيم بين المتبارين لجنة متخصصة أستاذ سعيد بن زكريا، أستاذ معروف محكم على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي، كذلك الأستاذة أمينة إبنلو عضو في المجلس المحلي بتاردان وتحكم في مسابقات محلية وإقليمية بالمدينة. على العموم أجواء المسابقة مرت في أجواء شريفة، تنافس شريف، وتخللتها بعض فقرات تم تكريم فيها بعض الوجوه وبعض الأساتذة في مؤسسة الحي المسكني الذين ساهموا بجهد وساهموا ووضعوا بصمات في هذه المسابقة.
الشكر موصول كذلك للإعلامي المتميز يعني على المنبر الإعلامي، كنشكر كذلك الإدارة التربوية التي وفرت لنا الظروف لإجراء هذه المسابقة النهائية، وكذلك جميع من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الحدث المتميز، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى صحابته أجمعين. أولا أعتذر عن التأخير لأنني كنت في نشاط مع اللقاء مع الأسر، لقاء في إطار التواصل حول القانون الإطار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا نحن الآن في حضرة المعلمين والمتعلمين، في حضرة زمرة من الناس هم خيرة الناس، هم معلمو القرآن ومتعلمو ومتعلمات القرآن. فباسم تلاميذ الحرم المسكين الإعدادية أطرا إدارية وتربوية وخدماتية نهنئ الفائزات والفائزين، وأقول للجميع: الفائز هو كل من أنصت إليكم وإليكن، والفائز هو كل من شارك فإنه فاز. فاز أولا برضا الله وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم، وفاز أيضا بتأطير أساتذته وأستاذاته، فلكم مني كل التقدير والشكر. كما أشكر جزيل الشكر الأساتذة والأستاذات المؤثرين والمؤثرات، وأقول للجميع: مزيدا من العطاء، مزيدا من التميز، مزيدا من التألق. ولا يفوتني إلا أن أشكر أيضا لجنة التحكيم الممثلة في الصديق الكبير والأخ المبجل السيد الحاج سعيد، هو صديق غني عن التعريف. أنا لا أخفيه سرا أن تعرفت عليه عبر ميادين كرة القدم، وكنت مغرما به بهذا المعنى، لأنه كان لاعبا يجيد حراسة المرمى مع النادي الأولمبي. باش ما تشوفوش فقط حكم في تسجيل القرآن، كان حارس مرمى متميز، وكنت من المتابعين ومن المغرمين ومن المعجبين بالنادي الأولمبي وعلى رأسهم سي كان فيهم تسي وسام حلال، وكان لاعب متميز أيضا. السي الحاج سعيد هو مشى الاتجاه ديال المراوغات في الجوي ديال القرآن، وانت مشيتي المراوغات في ملاعب الطبيعة البدنية، وكل أجاد وأفاد. كما أشكر جزيل الشكر الأستاذة الحاجة على مبادراتها الطيبة وعلى حضورها المتميز على مستوى المشهد الديني في المدينة، هي والسي سعيد، وأقول لهما: بارك الله لكما في أرزاقكما، وبارك لكما في أبنائكما، ودمتما متميزين معطائين، ولكم لكما ولكم جميعا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.